وطنية بودكاست. Is there anyone there? Yes, what do you see? Iceberg, right ahead! Thank you. اشتهرت باسم سفينة الركاب الملكية، السفينة التي توارت في الظلام صرح ملاكها باستحالة غرقها. التايتانيك التي لا تغرق غرقت في رحلتها الأولى. أسفر غرق سفينة التايتانيك عن أخطر كارثة بحرية في التاريخ، وظل لغز غرقها مثيرا للجدل. ما السر وراء غرق أكبر عابرة محيط؟ هل كانت هناك مؤامرة وراء غرق السفينة؟ قصة غرق التايتانيك والتفسيرات التي دارت حولها في أصل الحكاية. في ليلة 14 أفريل من عام 1912، وقبل منتصف الليل بقليل، عاش العالم على وقع واحدة من أسوأ الكوارث البحرية في التاريخ. بعد أن اصطدمت سفينة تايتانيك بجبل جليدي اعترض طريقها عرض المحيط الأطلسي خلال رحلتها الأولى من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسي. بدأت التحقيقات وقتها لحل لغز غرق التايتانيك، لكن كل ما توصلت إليه نتائج التحقيق أن السفينة كانت تبحر بسرعة فائقة في منطقة الجليد، وأن طاقم السفينة لم يخطئ وإنما كانوا يتقيدون بالتعليمات. هذا ما عرفه العالم على مدار سنين طويلة. لكن هل تعرضت السفينة إلى مؤامرة؟ تكشف بعض الأبحاث أن جون بيربونت مورغان، رجل الأعمال الأمريكي الشهير، قد تخلف هو وجميع أفراد عائلته عن الرحلة، وهو الأمر الذي دفع لطرح العديد من الأسئلة. فما سر تغيب مورغان وعائلته عن الرحلة؟ وهل خطط للحادثة لقتل منافسيه؟ جاكوب إيستور، إيزدور شتراوس، وبنجامين غوغنهايم، والذين لقوا حتفهم بالفعل على متن سفينة التايتانيك. نأمل أنك قد استمتعت بهذه الحلقة. تابع حلقات وطنية بودكاست عبر منصات وطنية ميديا وشاركها مع أصدقائك. كتبت هذه الحلقة لينا ملعب، وقدمتها لك أنا إدريس قديدح. تم تسجيل الحلقة بأستوديوهات WM.